أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. حينما نتكلم أو نتحدث عن خيال الطفل نجد أن آفاقه واسعة للإبداع، خاصة عندما نعطي الأدوات اللي بتساعده على هذا الشيء. المشروع اللي حنتكلم عنه مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة هدفه الأساسي الترفيه من خلال أعمال فنية مبتكرة مبنية على إعادة استخدام بعض المنتجات طبعا من حولنا ضمن مشروع إيكو كيدز طبعا اللي بيدمج بين الترفيه وبين استخدام الأشياء الخاصة بالبيئة، يعني إعادة تدوير أو ريسايكلينج. إحنا عندنا أسئلة كثير بخصوص هذا الموضوع هطرحها على ضيفتي الكريمة في الاستوديو. إحنا معنا الأستاذة غالية صوفي مؤسس مشروع إيكو كيدز. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، سعيدين بتواجدك. الحقيقة الأشياء اللي موجودة حوالينا في الطاولة بالراوند تيبل هذه أو في الطاولة هذه أشياء أوريدي بتتكلم عن نفسها. أوريدي إحنا شايفين أشياء كثيرة، يعني زي ما نقولوا عاملة إعادة تدوير وعاملة منها بعض الأعمال الفنية الجميلة. لكن خلينا أكيد نعرف، إحنا حابين نعرف منك بالتفصيل إيش موضوع إيكو كيدز. أوكي، إحنا بدأت الفكرة موضوع إيكو كيدز. طبعا أنا عندي شغف بالفنون وأحب يعني دائما أستخدم أي شيء كإعادة تدوير. فأنا من زماني لو مثلا كان عندي، فلنفترض مثلا اشتريت مثلا علبة الأحذية، ما أحب أرميها، أحب أستخدمها، أحب أعيد تدويرها، أنه أستخدمها بطريقة معينة، ممكن كتخزين. عندي مجموعة أغراض دي أخزنها أحطها في العلبة، فأحب أزينها أخليها تطلع بمظهر أحلى. يعني مثلا بدأت هذه الفكرة أنه أنا أحب الفنون. بعدها طبعا الله يحفظها بنتي دحين عمرها 5 سنين، أبغى أشغلها بطريقة مفيدة، أبغى أعمل شيء عمل فني معاها، يعني أشغل وقت فراغها بشيء مفيد لي. فصرت أفكر أني أنا أوريدي أحب الريسايكلينج اللي هو إعادة تدوير الأشياء، فصرت أحاول أدور في البيت إيش ممكن نعمل أشياء فنية من أشياء موجودة في البيت، ما أضطر أني أروح على مكتبة أشتري أدوات معينة. خلاص عندي الأساسيات اللي هي ألوان، برشز، يعني فرش وكده. فمثلا نفترض استخدمت اللي هو كرتون اللي ممكن تلاقيه في أي مكان، شارية أغراض من السوبر ماركت، بوكس موية أو شيء، أخذ الكرتون حقه. طيب استخدم طبعا الظهر حقه واقصقص واقول له يلا نلصق مع بعض. فحبيت اني يعني استفيد، يعني قصدي افيد بنتي بطريقه انه تحاول من تقليل من النفايات، تدور اي شيء في البيت تقدر تستخدمه. طيب هذا هو هدفك كفن من المشروع بشكل عام؟ ايوه، اللي هو اعاده تدوير الاشياء، بدل ما نكتر نفايات في البيت لا نعيد تدويرها. مثلا الام تكون مثلا مو عارفه ايش تسوي مع ابنها، مو لازم، ما هي مضطره انها تروح تشتري من المكتبه، خلاص تقدر تدور اي شيء حوالين بيتها في البيت. يعني مثلا عندك اللي هي رول المنديل، انا شايفه دي بس أيوة. الكرتون حقت رول المنديل عملنا منها بابيت اكثر. ايوه اسمها ايه؟ بابت. أيوة. من الافكار الجميله اللي حبيتها هذه، كنا نشوفها في افلام زمان واشياء أيوة كده. أيوة زي فكانوا بينوكيو وكذا. ايوه ده تويلت، ده مناديل تويلت. ايوه اللي أوكي. هو وده حق الايس كريم. ايوه حق الايس كريم طبعا هذه أوكي. غير انه الفنون فيها كثير ماتيريالز، يعني لا منتهيه الماتيريالز. طب ده بيتحرك يعني؟ ايوه دحين طبعا هو تحركيه بشكل معين، طيب أوكي. بطريقه معينه طبعا. اذا كان في مسرح حق البابتس طيب ممكن، بس ده لازم يكون في يدين ورجلين يحركوا بالخيوط صح ولا ايوه لا؟ بس انه هذه فكره مبسطه، بس هم اللي بيعملوه الاطفال. ايوه عملوا، يعني عملوا بصراحه اشياء مبدعه. يعني شوفي انا بعطي لهم المثال، بقول لهم احنا مثلا اليوم حنعمل مثلا، هذه فكره ثانيه اكواريوم. طيب قلت لهم اليوم حنعمل مثلا انه فيش واكواريوم كده. ايوه بس انه من ايش اسمه، من ريسايكلينج ماتيريالز اللي هي البوتل ليدز، يعني اغطيه حق مويه، حق الحليب، حق العصير، وات ايفر، يعني لانه في عندك اشكال الوان. طيب ويلصقوها يعملوا انه زي اكواريوم، مره انبسطوا. انا شفت الفيس ده صراحه عجبني. أيوة. حتى الفيس مثلا انا عملت طبعا الدوره حقت الاطفال كانت من عمر 5 ل 8 سنين. طيب
قصقصتين لهم، لانه طبعا دي الكرتون صعب انك تقصيه. دي كلها كراتين. ايوه كلها انت مقصقصه الكراتين. ايوه يعني وعملت لهم بوكسز، بوكس فور للعيون، بوكس للخشم، وبوكس للماوث والايرز. هم يشكلوا الوجه، هذا وجه بيكاسو. ده ابداعهم. ايوه هذا ابداعهم، هم عملوا هذه الاشياء. ما ساعدتي ما لا انا فقط اللي عملته نفس مثلا عملت بوكس فيه عيون، كيف عرفوا دي عيون؟ انا راسمه بالرصاص، هم يحددوا بالاسود، هم يعملوا بالرصاص سوري بالالوان، طيب عشان انه يعني يبرزوها اكثر. بس انا قصدف. شايفه حتى البراويز انت مستغله القماش في البيت. أيوة. ما ادري ده مخدات. أيوة. ولا انا ايش سويت دحين؟ اشتريت عادي فريمز من ايكيا ساده ما فيها ولا شيء، اوريدي عندي قماش زايد. تعرفي مثلا اشتريت قماش للعبايه، قماش للتوب، لملابس معينه، وقلت مثلا بقي شويه قصاصات، او انه عرفتي لما يبقى عينات زياده فما ارميها، ايش اسوي فيها؟ قلت استخدمها في اعمال فنيه. ممكن اغلف فيها البوكسز برضو، بوكسز هذه حقت الحذاء. طيب ونفس الشيء عندي مثلا هذا ريبن ولا ايوه ريبن. أوكي. دي مثلا جاتني هديه وفيها ريبنز، عجبتني ريبن ما ابغى ارميها. طيب وهنا مثلا علاقه مفاتيح حقت اوكي حقت دي بتستخدموها في ايدي؟ لا اللي تحت دولة، هدول انا عملتهم علاقه حقت اطواق عشان بنتي، فاحط لها الاطواق فيها. طيب فانه هذه يعني ما رميت الريبن، ما رميت هذه، علاقه المفاتيح اتفلتت منها الرين. بس تعرفي انت يبغالك ولد تعلمين نشاط عشان ما تحوش الكراكيب في البيت، يقول لك انا بعمل وابغى اعمل، خليها كراكيب محوشه. فانا عندي بوكس كامل حاطه فيه اي شيء يطيح من بلوزه اللي وراك ده. ايوه هذا شيء ثاني، كان عندي فريم عادي برضو، فريم كبير، نفس الفريم حقه انكسر فبقي الظهر، فظهر الفريم قلت بدل ما ارميه استفيد منه، هو زي الكرتون برضو، فلبسته برضو قماش زايد. هذا قماش عندي كنت منجده فيه كنب في البيت، فجبت القماش الزايد انا عملته في البيت، بس كده لصقته من ورا وحطيت، جبت كلفه حطيتها عشان هذه، حطها في غرفه الملابس اعلق فيها اكسسواراتي، حلقاني، لانه هي اوريدي فيها فتحات. اوكي وانا جالسه اقول ايش الحكمه منها، ايش الحكمه منها، بس هي انت الحكمه منها كعملتيها حقت اكسسوارات. ايوه هذه كاكسسوارات. حلو 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 جميل. طيب ده كله انت بتستغلي فيه خيال الاطفال، انه في اشياء من اعمال الاطفال دحين اللي خلى الطفل يعمل دي ويعمل دي ويعمل ده وده. انت دي اللي عملتيها مش الطفل. ايوه هذه انا ودولة انا برضه كمان حتى دولة. ايوه بس الاطفال عندهم اعمالهم وخيالهم دحين. أيوة. السن اللي نقدر نقول خيال الطفل ممكن استثماره اي سن؟ طبعا في سن مبكر، بس الطفل يبدع من سن صغير، ممكن من عمر سنتين ونص او ثلاثه تحطيه، اديله قلم، اديله الوان، يبدا يلعب في الالوان. بس متى ما اعطيتيه الحريه انه اعمل اللي تبغاه حيبدع، الا ما يطلع عمل فني بسيط. ايوه وطبعا يبدا يتطور، لانه هو اصلا الطفل زي السفنجه على طول يمتص من هو صغير. اذا احنا يعني زي وعيناه على موضوع الريسايكلينج اللي هو اعاده تدوير الاشياء من هو سن صغير، حيفهم يعني يستوعب. هذه اعمال الاطفال احنا شايفينها على الشاشه. ايوه انه حيكبر طبعا عنده اويرنس. عالمهم جميل، عالمهم. أيوة. حلو. أيوة. ليه لا يعني الطفل عنده خيال وعنده عالم، بيشوف اللي احنا ما احنا شايفينه. ايوه صحيح، لانه لسه عالمه نقي ما تلوث بمشاكل الحياه وغبار الحياه. طب خليني اسالك، انت عملتي دوره اللي هي أطلقت عليها حث الطفل على التقليل من النفايات. أيوة. كيف شايفة تفاعل الأطفال فيها؟ أنا شفتهم مرة يعني ما شاء الله مرة متجاوبين معايا. لاحظت أنه حتى لما كنت بوريهم الماتيريالز اللي هي الأدوات الموجودة، مثلا نفترض أنه مثلا كانت كرتونة أو أغطية حقت موية أو حليب، طيب كانوا على طول إحنا عندنا في البيت هذا، بس مثلا يعني ما خطر ببالهم انه هم ممكن يستخدموه، فانبسطوا انه هذه اشياء هي مألوف عندهم انه بيشوفوها دائما. حتى مثلا التويلت رول هذا اللي هو الكرتونه، طيب يعني حسيتهم بيبدعوا. مثلا هنا عندي هذا مثلا استخدموا حقه البيض اللي هي الكرتونه حقه البيض، كيف يجي البيض.
طيب شوفي مخهم فين أيوة. راح انت ساعدتيهم ولا هم جابوا الفكره؟ هذه انا جبت الفكره وقلت لهم حنعمل زي كذا، بس ايش لاحظت لما انا ادي لهم الموديل المثال هم بيبدعوا، ما بي يعني ما بيعملوا زيي، بيعملوا اشياء مبدعه اكثر. بالسترو كمان، ايوه بالسترو صح، حتى ما يحتاج يعني لو دخلوا المطبخ ممكن يلاقوا اي شيء في المطبخ. الام هذا الحلو انه الام ممكن يعني تتوسع باي نوع يعني بالنشاطات في البيت من غير ما تشتري ماتيريالز، بس تسويها من البيت وتقول له يلا نعمل. طب هذه نعمل. الافكار كيف ايش ممكن يعني انت تعملي فيها؟ هل ممكن هم توسعي لهم يعني دائره نشاطاتهم ممكن يعني تكون للبيع للاستثمار مثل هذه الاشياء كنوع من انواع التشجيع؟ اكيد ككبار يعني ما أيوة. حيشتروا دي عشان يحطوها أيوة صح. بس انه حلوه كفكره انه يشوفوا الاطفال انه هم بدات اشياءهم بالسن ده انه كتعزيز لهم انه تبدا اشياءهم تستثمر. ايوه ممكن صح، ممكن يعني زي ما قلتي ممكن يعملوا زي مثلا معرض، يعملوا حاجه معرض في المدرسه اذا مثلا الناس تشتري اشياءهم. ايوه الناس تشتري اشياءهم، او ممكن يعملوا مثلا مو بيع، ممكن تبادل بينهم بين اصحابهم مثلا. فلنفترض انا برضو موضوع الكروت، عندي موضوع الكروت هذه كنت يعني بدات معايا الحس يعني الحس الفني معايا بدا، صرت اعمل مثلا بطاقات يعني معايده. طيب فممكن هم يبداوا يعملوا مثلا عيد ميلاد فلانه يعملوا لها عمل فني يعطوا لها هو صاحبتهم صاحبه واحده معينه مثلا، عيد يتهادوا بين بعض باستخدام الريسايكلينج ماتيريالز، يعملوا عمل فني فيها ويتداولوها في الاعياد مثلا. فهذه ممكن فكره ثانيه تشجعهم انه هم مبسوطين انه هو شيء هم عملوه بيدهم، مو لازم يكون مره بيرفكت لانه هم اطفال في النهايه. وهذا الشيء بيتسوى في المدارس، ممكن انه في المدارس تعطيهم كافكار انهم يطبقوها. ايوه طبعا الشيء. اكيد بالعكس انه هذا يعني مفروض يعني يطبق في المدارس لانه شيء مره سهل، وفي نفس الوقت بيوعي الطفل انه يقلل من النفاذ بدل ما كل شيء يجي يعني. وانا انه نقترح مثلا انه تقترحي بس تقترحي انك صاحبه الفكره تقترحي انه تعملي يعملوا ماده اسمها ريسايكلينج او أي. ماده لاعاده التدوير. ايوه هذا شيء مره مهم بالعكس، هذا فيه توعيه للطفل، واحنا دحين يعني بالذات في عصرنا دحين قد ايش العالم عندهم توعيه في موضوع الريسايكلينج، حتى في الشوارع صاروا عندهم مثلا انه مثلا هي نفايات خاصة لشيء للبوتلز، شيء للكراتين، شيء يعني بيعملوا زي تصنيف لهذه الأشياء. فإحنا ممكن نوعي الطفل من المدرسة، نعمل من جد حصة خاصة هي بيئة وإعادة تدوير اللي هي كيف يحافظوا على البيئة من خلال إعادة تدوير. تمام، أنت عندك خطط تانية بخصوص هذا المشروع أو إيكو كيدز؟ انا بصراحه يعني بدات فيه يعني زي ما انت شايفه الاسم ايكو كيدز فقط للاطفال، ولكن انا اهدافي في المستقبل اني ممكن اعمل نفس يعني اكمل على نفس الخطى بس للكبار، ممكن الاشياء تزيد للمستوى اكبر من كده. يعني انا دحين باديه كبدايه للاطفال يعني كبدايه بس انه عشان ابغى يعني اوعيهم اخليهم يكون عندهم توعي على موضوع إعادة التدوير، وبعدين إن شاء الله في المستقبل أبغى أتوسع في المجال ويصير الموضوع مو بس توعية، يصير نشاط فني أكثر من ما هو توعي للكبار. الكبار أوريدي المفروض يكون عندهم توعي على هذا الموضوع المفروض. طيب أنا شاكرة ليكي وسعيدة بالأشياء اللي بيعملوها الأطفال، أي نعم هي شيء على قدهم لسه. أيوة. لكن إذا دل على شيء، إذا دل هذا الإبداع أنا ما عجب أبدأ الشيء. أيوة حلوين. ممكن أشتري منك. ف يعني إذا دل على شيء دل إنه في خيال خصب، في فن يعني طاقة كامنة موجودة لدى كل طفل. أنا شاكرة ليكي ويعطيكي ألف عافية. شكرا ليكي الله يخليك. شكرا ليكي. إذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات من سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير قوموا معنا.